أتعلم لغة؟ أكثر سؤال بينطرح علي على اليوتيوب، فاليوم قررت أني أعطيكم مجموعة من النصائح السهلة والبسيطة اللي رح تساعدكم في تعلم أي لغة في العالم. أنا آية العباسي، فلسطينية مقدسية، أتقن من اللغات 6 وهي اللغة العربية وهي لغتي الأم، الإنجليزية، التركية، الهندية، البنجابية وأيضاً الأردية، وحالياً قاعدة بشتغل على تطوير لغتي العبرية والفرنسية. طريقة تعلمي لهذه اللغات كانت بأسلوب جداً مسلي وممتع ومفيد بنفس الوقت عن طريق الأفلام والمسلسلات والاستماع إلى الأغاني وتسجيل الملاحظات واستخدامها في حياتي اليومية حتى أتقنتها. اليوم النصائح اللي بعطيكم إياها هي نصائح عمومية بالعموم، لأني أنا سبق عملت لكم فيديوهات تفصيلية أكثر، واحد كان باللغة العربية وآخر باللغة الإنجليزية، شرحت لكم فيه بشكل تفصيلي كيف الطريقة الأمثل لتعلم أي لغة من تجربتي الشخصية، وإذا بدكم تشوفوا هاي الفيديوهات بتلاقوها في صندوق الوصف تحت هذا الفيديو. أول نصيحة بعطيكم إياها إنه تعرفوا ليش تتعلموا هاي اللغة، هذه أهم إشي تعرفوه قبل ما تبدوا تتعلموا أي لغة. ليش؟ لأنه لازم يكون في عندكم هدف. ليش بدكم تتعلموا اللغة الإسبانية؟ هذا الهدف هو بحث عن فرصة عمل، أو لأنها رغبة شخصية، لقت استحسانكم هذه اللغة، أو لأنه هاي اللغة لها مستقبل وفي عدد كبير من الناس حول العالم بتحدثها، فأنتوا كمان عندكم الرغبة إنكم تكونوا تتحدثوها. فهذا أمر كتير مهم إنكم تعرفوا ليش بدكم تتعلموا اللغة. اجعل ما تتعلم جزء من حياتك اليومية. وهون إحنا بنحكي عن اللغات، فإشي رئيسي إنه الكلمات تتعلموها في اللغة اللي حاليا تتعلموا فيها لازم تدخلوها في حديثكم اليومي حتى تتأكدوا إنه هاي اللغة سوف تتقنوها. ايش قصدي في هذا الموضوع؟ انا في تعلمي للغة الهندية، تعلمت اللغة الهندية اني انا كنت اسجل مجموعة من الملاحظات من الافلام اللي بتابعها، اسجل مجموعة من الكلمات واحاول اني انا اوظفها في حديثي اليومي باللغة العربية او باللغة الانجليزية حتى اني اتعود وافهم شو معنى هاي الكلمة، وتدريجيا اقدر اني انا اوظفها في جمل مفيدة. وهذا بجيبنا للنصيحة الثالثة، انه انتو الهدف الرئيسي انكم تكونوا قادرين على تكوين جملة مفيدة باللغة اللي بتتعلموها. شو قصدي بهذا الموضوع؟ انه حفظ الكلمات مش إشي أساسي، حفظ الكلمات ليس الأساس في تعلم اللغة، تكوين الجمل المفيدة هو الأساس. قصدي في هذا الموضوع إنه أنتوا ما تقيدوا حالكم إنه اليوم بدي أتعلم 10 كلمات، 20 كلمة، 30 كلمة، لا، مش هذا هو الأساس. الأساس إنكم تكونوا قادرين على تكوين جمل مفيدة باللغة اللي بتتعلموها. من هو شريكك في التعلم؟ هل لديك شريك في تعلم هذه اللغة؟ هذا أمر كتير مهم، هذا من تجربة شخصية. طبعا هذا مش إشي كتير أساسي، ولكن يعني هو كتير إشي بيسهل. ليش؟ لأنه أنا من تجربتي الشخصية لتعلم اللغة الهندية رافقتني في الرحلة أخواتي الأربع، فإحنا جميعا نتقن اللغة الهندية، وكانت تجربة سهلة وممتعة ومسلية بنفس الوقت، لأنه أتقننا اللغة مع بعضنا البعض، طريقة حوارنا مع بعض، تحدثنا مع بعض، خلانا نيقن تدريجيا إنه إحنا قادرين على إتقان اللغة الهندية. كذلك الأمر في اللغة التركية، لما بدأت إني أتعلم اللغة التركية رافقتني في الرحلة أختي الصغرى بتول، فأتقننا اللغة التركية معا، وكان أمر كتير مسلي ومفيد. فأنا هاي نصيحة من تجربة شخصية، إنه من المفيد انه يكون معاكم شريك في رحلة التعلم. اهم نصيحة من كل هاي النصائح انكم لا تعقدوا المقارنات بينكم وبين اشخاص اخرين. ليش؟ لانه المقارنة هي نهاية للرحلة قبل بدايتها. ليش المقارنة اكبر خطأ ممكن انكم تعملوه في اثناء رحلة التعلم؟ لانه انتم بتحكموا على نفسكم بالفشل. ببساطة مثال، انا وصديقتي مثلا نتعلم اللغة الاسبانية معا، وجدت انه صديقتي بدأت بإتقان اللغة الإسبانية أسرع مني، فأنا إذا عقدت مقارنة بيني وبين صديقتي رح أحكم على نفسي بالفشل ورح أتوقف عن التعلم، لأنه ليش هي أتقنتها وأنا لا؟ ليش هي أتقنتها بهاي السرعة وأنا لا؟ بسيط الموضوع، أنتي إشي وهي إشي، عقلك مختلف عن عقلها، طريقة تلقيك للمعلومات مختلفة تماماً عن طريقة تلقيها، ما في إنسان مشابه لآخر، عشان هيك احكموا على نفسكم من تجربتكم الشخصية، ما تخلوش الكلمات السلبية ترسخ في عقلكم، اسمعوها من هون وطيروها من هون، أو اجمعوها وحولوها لطاقة إيجابية. شو قصدي في هذا الموضوع؟ شو له علاقة بتعلم اللغات؟ قصدي في هذا الموضوع من تجربة شخصية، إنه أنا أثناء تعلمي للغة الهندية كتير سمعت تعليقات انه شو بدك باللغة الهندية؟ شو رح تفيدك اللغة الهندية؟ هو يعني خلصت اللغات اللي في العالم وضل علينا اللغة الهندية؟ لانه انا عندي رغبة شخصية. اولا كان عندي رغبة شخصية انا بدي اتقن هاي اللغة، عندي رغبة اني بدي اتعلمها، فايش استفدت من اللغة الهندية؟ او ليش تعلمت اللغة الهندية؟ اولا كان عندي الرغبة الشخصية، ثانيا كنت اتحدى نفسي واشوف اذا انا قادرة على اني اتقن اللغة الهندية عن طريق التلفاز ومتابعة الأفلام، وفعلا كنت قادرة لانه كان عندي الإيمان في حلمي واني انا قادرة على تعلم هذه اللغة. عوضا عن ذلك من خلال قناتي على اليوتيوب وتحدثي باللغة الهندية قدرت اني اوصل للشعب الهندي واوصل كتير افكار واغير افكار نمطية عن المجتمع الفلسطيني وعن الشباب الفلسطيني. نصائح سهلة وبسيطة لتعلم اي لغة في العالم، حبيت اني افيدكم فيها بهذا الفيديو، ان شاء الله الفيديو يكون نال اعجابكم، اذا كان الامر كذلك ما تنسونا من اللايك والشير والسبسكرايب، تضغطوا على زر التنبيهات ليوصلكم الاشعارات والتنبيهات بكل فيديو جديد بحمله على هاي القناة. اذا كان عندكم انتم
نصائح اخرى حابين انكم تفيدوا الناس فيها فاتركوا لنا اياها في التعليقات. كمان بحب اني اسمع تعليقاتكم وارائكم واقتراحاتكم لفيديوهات جديده. اذا حابين تتابعوني على كل مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر انستغرام وسناب شات بتلاقوها بصندوق الوصف تحت هذا الفيديو. اذا ملاحظين في زر احمر تحت هذا الفيديو اضغطوا عليه حتى تشتركوا بالقناه. بدي اطلب منكم تضغطوا على هذا الفيديو وهذا الفيديو حتى تقدروا انكم تحضروا الفيديو الاخير اللي نزلته وكمان مجموعه فيديوهات اخرى. بتمنى انها تنال اعجابكم. حتى التقيكم حافظوا على ابتساماتكم. Until I see you next time, keep the smile on. Salam!